أما هلا حننتقل للفقرة الصحية. دائما ليا بشهر رمضان المبارك بنتبع نظام غذائي أكيد معين لمدة شهر كامل، وقد يؤدي تغيير النظام الغذائي بعد شهر رمضان المبارك إلى مشاكل في المعدة وغيرها. لنتحدث أكثر عن هذا الموضوع معنا أخصائية التغذية وردة جبوري. صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير وردة، نعاد عليكم، ان شاء الله يكون هيك شهر رمضان كان بصحة وخير. ان شاء الله ينعاد عليك اكيد وعلى كل الناس. بالبداية يعني نظام غذائي مختلف بشهر رمضان المبارك، تخبيصات كثيرة وما بعد الصيام لساعات طويلة، نحن مقبلين الى العيد. العيد كثير بيكتر تناول الاطعمة والمعدة، صار لها شهر هي متعودة على سيستم معين. خلينا نحكي كيف فينا نحن بالايام الاخيرة من شهر رمضان المبارك نهيئ جسمنا ومعدتنا على استقبال الطعام بشكل فوضوي. خلينا نقول تمام. هلا شهر رمضان هو بما انه نحن قطعنا النشويات او الاكل لعدد ساعات طويله، يعني نعتبره شبيه بالصيام المتقطع، فالمعده او الجسم بيتعود على انه يكون السكر او الانسولين بالدم هو مضبوط نوعا ما او منخفض، فنحن عم نحاول بعد فتره الصيام وما نخبص بعدم تخبيص بالعيد انه نحن نحافظ على قدر المستطاع انه يكون سكر الدم مضبوط. هلا من بلش نحن انه نحن لازم نرجع لوجبه الفطور، لانه الغده الدرقيه هي غده صباحيه تشتغل من 6 الصبح ل 6 المساء، فنحن كل ما فطرنا بشكل مبكر اكثر كان الحرق او سرعه الاستقلاب كانت بشكل اعلى، فنحن لازم نحافظ على وجبه الفطور ونرجع له بشكل مبكر، ويفضل تكون قبل العشره. هلا نحن لازم نعتمد على انه نحن ما ناكل حلويات او ما ناكل شيء بيرفع سكر الدم اكثر، يعني ناخذ شيء اللي هو جلايسميك اندكس منخفض، يعني شيء ما بيرفع سكر الدم بشكل سريع، لان احنا نضل ضابطين مثل ما كنا بشهر رمضان ضابطين سكر الدم بشكل افضل. فنحن لازم مثلا بدل الخبز الابيض او الرز او الحلو الصبح اللي بناخده مع القهوه، نحن ناخذ برغل، خبز اسمر، من الفواكه نخفف شوي تعودنا على التمر، على الزبيب، الشغلات اللي بترفع سكر الدم، صح هي مفيده بس هي بترفع سكر الدم بشكل سريع، فنحن نروح اكثر على الفريز، على التوت، هدول فيهم ما بيرفعوا سكر الدم بشكل اعلى، مثل كمان البردقان، يعني نحاول قدر المستطاع يكون الوضع سليم نوعا ما. هلا ما بتوقع يكون الوضع سليم بالعيد بعد شهر كامل من الصيام، خلينا نحكي مثلا كلياتنا بنكون مشتاقين للحلو، بالاخص حلو العيد، لطقوس العيد المعينه اللي كل سنه نحن بنحييها، خلينا نحكي عن هذا الموضوع، انه كيف الواحد فيه ياكل حلو العيد، فيه يستمتع بفطوره وبغداه وحتى بال عشاء، بس بنفس الوقت ما يزيد وزنه، ما يضر جسمه، ما يلبك معدته. خلينا نحكي عن هذا الموضوع. تمام. هلا بفتره العيد نحن اكيد ما رح نقول انه ما رح ناكل، لانه هي في كثير مغريات، رح ننتقل من الخبز الابيض للاسمر، اكيد ما حدا بده يلتزم بالدايت بالعيد. لا مو بشكل مباشر، نحن ما بنحكي يعني بعد فتره العيد. تمام. بس كمان مو يعني نحن مثلا لنفترض مثل اذا كنا عم نعمل دايت وجينا بفتره بدنا نكسر الدايت او بفتره الوجبه الفري، نحن اكلنا كميات كثير كبيره، فهو بالنهايه كل الشغل اللي اشتغلناه رح نرجع ننزعه، وكمان نفس الشيء بفتره العيد، فنحن اذا كنا نوعا ما محافظين على وزننا، ما عم اقول لك انه نحن نزل وزننا، بس قدر المستطاع نحن محافظين على وزننا، واجا فتره العيد ونحن كثير اكلنا حلو بكميات مانا مدروسه خلينا نقول، فهو اكيد بالنهايه رح سبب زياده وزن، فخلينا نقول انه نحن رح ناكل حلو بس مو يعني بالصحون، خلينا نقول قطعه قطعتين، نحاول قدر المستطاع ما نبلش من وجبه الفطور هي وجبه التخبيص، يعني خلينا وجبه الفطور نحافظ عليها قدر المستطاع انها تكون صحيه قد ما بنقدر، تحاول الوجبه اللي فيها فري او وجبه الدسمه او وجبه العيد هي يا غدا يا عشاء، لانه يعني افضل هيك، لانه بس نبلش بيوم بنقول خلص انه هذا اليوم خلص وانا بدي كفي فري للاخر، فهيك قدر المستطاع بيكون الوضع مضبوط اكثر. خلينا نقول انه نحن اذا اكلنا وجبه فري يفضل انه نحن إذا فينا نمشي قبلها أو نلعب رياضة لحتى الاستقلاب أو الحرق يرتفع، وبعدها نروح ناكل وجبة فري على الأقل، هي الـ يعني لنفترض النشويات اللي رح تطلع نستخدمها كمصدر يعني بس هيك بيقولوا اللي حابب يزيد وزنه إنه يلعب رياضة ويأكل. بعدين ياكل. تمام. يعني هلا هيك المعتقدات اللي تمام صح. تمام. بس هو أنا ما عم بحكي فورا، أنا عم بحكي في فرق بيناتهم ساعة ونص تقريبا، فنحن نلعب رياضة، نلعب أي شيء كارديو، وبعدها
كارديو او مقاومه يعني نزكه النعضليه، وبعدها ناخذ وجبه الفري اللي بدنا نعملها. يعني نرفع الاستقلاب اول شيء او الحرق، بعدها بساعه ونص نحن ناكل وجبه الفري او الحلو اللي حابين ناكله، بس ناكلهم باعتدال، هذا اهم شيء. نعم وردي، خلينا نحكي عن شرب المياه. كمان انقطاع ساعات طويله خلال النهار، وهلا بالشوب اكيد بيتطلب شرب مياه كثير. كيف فينا نرجع نعود نقص المياه؟ وهل السوائل المرافقه مثل الشاي، القهوه، العصائر هي بتعوض المي؟ عن المي. طيب هلا اول شيء، بما انه نحن في كثير اشخاص بفتره الصيام يعني شهر المبارك بصير عندهم امساك، فهو بيكون كثير الحل بيساعدهم على انه نحن نشرب كميات مي بشكل كثير كبيره. فهذا الشيء بيساعدنا لانه نحن معنا النهار بطوله، وما عاد معنا 6 أو 7 ساعات نحن بس بهي الفتره محصورين بالمي. وخاصه الاشخاص كمان اللي بيعانوا من مشاكل كلاوي نتيجه انه نحن ما عم نشرب مي كمان خلال فتره رمضان. فنحن اول شيء لازم نشرب تقريبا على الاقل 8 ل 10 كاسات للنساء و10 ل 12 للرجال، وخاصه هلا صيف فينا لحدود 12 ل 14 كاسه مي. وخاصه انه نحن هلا بعد العيد رح يصير في عنا فينا نقول احتباس سوائل. ليش؟ لانه نحن بفتره العيد رح نخبص، يعني رح ناكل كميات املاح او شيء فيه مقالي بشكل اكثر، فرح يصير عنا احتباس سوائل. فنحن لنتخلص من هي المشكله فنحن لازم نشرب مي ونزيد كميه شرب المي لحتى نتخلص من هذا الاحتباس. هلا بالنسبه للقهوه والشاي والشغلات اللي فيها كافيين، هلا بما انه نحن بشهر رمضان حاولنا قدر المستطاع نحن نخفف او نخفف ادماننا نتيجه من الكافيين، ففضل نحن ناخذ شغلات مثل الزهورات، بابونج، يانسون. هذول الشغلات الاول شيء بتساعدنا على النوم ولننظم نومنا بشكل افضل، وثاني شيء هي تعتبر يعني لها فوائد عديده. قد ايه لازم كميه المي تقريبا؟ هلا نحن قلنا انه نحن لازم نشرب المي صافي غير السوائل، هي تقريبا 30 ملي لكل 1 كيلوغرام من وزنك. يعني مثلا اذا نفترض الوزن 60 ضرب 30 يعني تقريبا نفترض لتر 800 لازم يشرب الشخص، يعني هيك بحدود كل واحد حسب وزنه. يعني هو الشخص الضخم اكيد ما رح ياخذ مي نفس كميه الشخص الاقصر، هو بتختلف من شخص لثاني. اكيد بعد فترة العيد في أشخاص كتير حابين يعملوا دايت، بما أنه جينا على الصيف، كيف هي طريقة الدايت الصح أنت برأيك؟ يعني شو ممكن يعملوا بيومهم ليحصلوا على الوزن المثالي بفترة قصيرة؟ هلا هذا لكل شخص طبعا له نظام معين، بس اهم شيء نحن نحاول ناكل 4 ل5 وجبات. يعني مثل ما قلنا وجبه الفطور ما لازم ننساها، نحاول نعتمد على يعني الشيء الجلايسيميك اندكس منخفض او الشيء اللي فيه كربوهيدرات معقده، كمان نحاول نعتمد على حصتين لثلاثه فواكه، نشرب لبن لانه هو الشيء اول شيء هو فيه تريبتوفان اللي هي الشغلات اللي بتساعد على الاسترخاء والنوم، وخاصة إذا قبل بثلاث أربع ساعات من ما ننام. كمان ما ننسى ناخذ بروتين، لأنه نحن خاصة الأشخاص اللي صامت وما كانت عم تقدر تاكل كمية بروتين مناسبة بالكمية المناسبة اللي لازم تاخده، فنحن بنكون خسرنا كتلة عضلية. فنحن لنعوض هاي الكتلة العضلية لازم نرجع ناكل بيض قدر المستطاع، بقول او دجاج او لحمه او حتى مشتقات البان اجبان. نعم تمام. ورده خلينا نحكي كيف فينا نحمي معدتنا من صدمه الاكل الزائد بايام العيد. يعني في كثير ناس بياخذوا دواء بيغلف المعده لحتى يحموها، ولكن ما بيأثر هذا الشيء عليهم. بلشنا وجبه فطور خفيفه ولكن راح يكون في صدمه للمعده، كيف فينا نحن نوقيها لهي المعده؟ تمام. هلا اول شيء نحن بدنا نرجع على الاكل تدريجيا، يعني نحن ما بدنا نرجع نقعد وناكل وجبه كامله. وكمان فينا نحن لنساعد الامعاء مثل ما كنا نحن بفتره الافطار نبلش بشوربات، فينا هلا بدل ما نبلش بشوربات او شيء دافي نحن نبلش بكاسه مي سخنه، مو بهدف التنحيف اللي كثير مفكرين عالم انه نحن اذا شربنا كاسه مي دافيه مع عصره ليمون هو بالنهايه رح ياثر ينزل الوزن، بس هو لا،
هو بيريح الامعاء بخلينا نوعا ما نستعد قدر المستطاع. كمان ما بننسى انه نحن المشي او الحركه هي اول شيء رح تساعدنا اكثر، لانه نحن رح نرجع الكتله العضليه اللي صارت ناقصه، وثاني شيء لنستعيد نشاطنا قدر المستطاع ولحتى نرجع حياتنا متلائمه. اكيد. نعم. بدنا نصائح اخيره ورده لكل حدا عم يتابعنا اليوم، شو بتحبي توجهي نصيحه؟ هلا اول شيء بما انه نحن فينا نقول المذاق او الجسم الخلايا تعودت على قله السكر او على السكرات القليله، فنحن نضل بهاي الفتره محافظين قدر المستطاع على انه نحن ما نخبص، ما نتعب كولوننا بالمقالي وبالاكل اللي فينا نقول اللي ورا بعضه، ما ناخذ استراحات، نحاول قدر المستطاع ننظم وجباتنا ونشرب ماء وننام بشكل نرجع لحياتنا العادية، لأنه كمان هرمون الجوع بينفرز أكثر بعدد ساعات نوم كافية. أكيد. شكرا لك وردة، شكرا لنصائحك القيمة. نحن أكيد بدنا نشكرك وبدنا نتمنى أكيد إن شاء الله ينعاد عليك وعائلتك بكل الخير. شكرا كثير لك.